لطالما شكلت السياحة أحد أهم مصادر الدخل في لبنان، إلا أن الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعانيها البلاد والظروف الصحية التي مرت بها جراء وباء كورونا تسببت بانتكاسة كبيرة لهذا القطاع. أما اليوم ومع رفع قيود كورونا وتدني قيمة العملة المحلية أمام الدولار، فتعول السلطات على توافد السياح والمغتربين اللبنانيين بشكل كبير هذا الصيف، وسط تسجيل حجوزات الفنادق والشقق السياحية أرقاما مرتفعة مرشحة للزيادة في الأسابيع القادمة. هل إشغال اللي رح يكون وبكل المناطق اللبنانية أعلى من ما كان عليه سنة الماضي؟ سببه أنه سنة الماضي كان في وباء، بعد السنة جايين كلهم. حتى لو ما عندي حجز أكتر بيتعدى 40% اليوم، عارف حالي أنه خلال تموز وآب وقسم من أيلول رح يكون عندي حجوزات بتتعدى 70% بجبل لبنان وبكل لبنان. أكثر من مليون سائح ومغترب لبناني سيتخذون من لبنان وجهة سياحية هذا الصيف وفق القطاعات المعنية، ما سيؤمن دخلاً بنحو 3 مليارات دولار أمريكي، إلا أنه وفق خبراء سيكون من الصعب الاعتماد بشكل كبير على انتعاش قطاع السياحة لمعالجة الأزمة الاقتصادية. التوقعات من ناحية الإيرادات هي بين ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار. المشكلة أن هذه الدولارات لن تدخل من باب القطاع المصرفي، وبالتالي لن يستطيع الاقتصاد اللبناني حقيقة الاستفادة منها. وكانت وزارة السياحة قد اتخذت تدابير عديدة لإنجاح هذا الموسم السياحي، أبرزها إزالة لافتات الشعارات الحزبية والرموز السياسية لاستقبال الزوار بلافتات أخرى تروج للمعالم السياحية في البلاد، خصوصا على طريق المطار الدولي. يراهن لبنان هذا الصيف على تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية من بوابة القطاع السياحي الذي لطالما شكل مجالاً واسعاً للتوظيف ومصدراً رئيسياً للدخل بالعملة الصعبة. صباح ياسين، تي آر تي عربي، بيروت.